تعنى عديد الجمعيات بالاهتمام بالحيوانات، وتعتبر جمعية ترقية تربية الطيور للجزائر العاصمة الوحيدة التي تهتم بالطيور وتكاثرها وتربيتها. عندما تحب الحيوان أو الطير أو الشيء الذي تكون تعمل فيه، فإنك تحاول أن تعرف البيئة الذي يعيش فيها، نوع الأكل، طريقة التزاوج، طريقة الإنتاج، طريقة، يعني ربما ستجدون في الجمعية من هم أقدر من البيطريين على معالجة الطيور، وهذا بحكم التجارب وحكم الاحتكاك بهذا النوع من طيور الزينة. المربي ينجح في إنتاجه، أولا لازم يكون عنده حب الهواية، باسكو هي قبل كل شيء هي هواية، تربية الطيور هي هواية، وهي كانت علم من علوم، باسكو هي لازم يكون المربي يكون عنده نظرة ويكون عنده معلومات وعنده كان أبجديات في تربية المقنين في السلكات ولا في الأقفاص. مشاركة المربي في حماية المقنين، في حماية الحسون، هي تعريف طرق إنتاجه. يعني المرحلة الأولى لإعادة زرع المقنين ولا الحسون في ربوعنا هي التعرف على طريق إنتاجه، والتعرف على الأمراض، والتعرف على الأكل ونوعية الأكل وطريقة المعاملة معه. ربما بعض الناس لا تعلم أن هناك بسيكولوجية للتعامل مع المقنين. للجمعية عديد الأهداف تسعى لتحقيقها في هذا المجال من أجل الحفاظ على طائر الحسون. أنا أهداف كثيرة من اللي راهي تنشد إليها الجمعية، من بين الأهداف هي تقنين، إعطاء إطار باش يتمكن فيه الهاوي من مربين طيور أن كيفية التعامل مع الطيور أولا، كيفية الإنتاج يعني بطرق حديثة حسب المعايير العالمية الموجودة حاليا. احنا يعني لما كنا في بادئ الأمر يعني هذا النوع من الجمعيات لم يكن موجود في الجزائر، كان موجود يعني موجود إلا في أوروبا وفي أماكن الدول المتقدمة. عبر هذه الجمعيات هي لم شمل المربين وتكوين فضاء للاحتكاك بين المربين، تبادل الخبرات، تبادل التجارب، وهناك كذلك يعني إقامة معارض، إقامة مسابقات على الشكل الذي هو موجود في البلدان الذي تقدمتنا بتكوين الجمعية هذه. بوجود الجمعية يعني تبدلت العقلية تاع المنتج الحسون. حنا يعني في القديم الناس كانت تشري ما كانتش تنتج، يعني الآن ولا تنتج. لماذا؟ لأنه الجمعية عطات واحد هي إنتاج الحسون. خلاص لازم بكري يكون عندهم الطبيعة، لازم لازم في السنوات القادمة يعني يبقوا نمدوا للطبيعة. تسعى هذه الجمعية إلى ترقية الطيور ونشر ثقافة الاعتناء بها، لذلك أشرفت على تكريم عديد المربين من جميع أنحاء الوطن. هي تربية الحسون على كل حال بديتها أكثر من 15 سنة، وتربيتها كما ربيت في الأقفاص وفي السلكات وفي لي بوكس، مسارح كبيرة كل عام تتعلم حاجة. تجربة ما شاء الله الحقيقة. أنا مربيين، كاين مربيين خاتيم ومش منخرطين في الجمعية، أما أنا وبعض الأصدقاء منخرطين في الجمعية ناجحة ما شاء الله. هذه طبعا الثانية للتكريم تاع المنتجي المقنين. احنا رانا نشجعوا بطريقتنا ان الناس ولا المربين ولا اعضاء الجمعيه تاعنا ينتجوا المقنين عبر السلاكات لي غروند فولير والاقفاص الصغيره. احنا لازم علينا نديروا الانتاج كما نقولوا في الاقفاص والسلاكات، ولازم المربيين الجزائريين يكونوا مجموعات كما يديروا في اوروبا. المربي الاوروبي مكونين مجموعات يخدموا اون جروب، يخدموا مجموعات تما باش يكون عندهم انتاج ب دي كونتيتي كبار بكم هائل من الطيور
لعل يوما من الايام نقدروا هاد الطيور اللي نتجناها في الاقفاص نعاودوا نطلقوا منهم اون بارتي في الطبيعه بوغ باش نعاودوا ناليمونتيو طبيعه. منطلق اعاده المقنين في الطبيعه هي الانتاج عبر هذه الاقفاص واعانه هذا المربين. النقطه الثانيه هي بوجود البديل حاليا نطلب من الشعب من الاعضاء من المربين من اي شخص يحاول ان يقتني عصفور او يقتني مقنين يحاول ان يقتني حسون عنده خاتم، وعندما الحسون يكون عنده خاتم هذا يدل على انه انتج في القفص، ونترك ما هو في الطبيعه للطبيعه. الجمعيه على كل حال لو ستاتيو تاعها ولائي، لكن كي تشوف انت هنايا في القاعه هذه كاين عده ولايات، كاين باتنا، كاين معنابه، مسوق هراس، بو مرداس، كاين الجمعيه تاعنا تنشط الباب الابواب تاعها مفتوحه لكل الجزائريين. 48 ولايه، 48 ولايه يجوا عندنا مرحبا بهم. عندنا مربين متمكنين، عندهم طرق نقدر نقول لك محترفين في تربيه الطائر المقنين. جمعيه ترقيه تربيه الطيور بالعاصمه المتخصصه تسعى إلى نشر ثقافة تربية الطيور والحفاظ عليها، لذلك يجب أن تولى لها أهمية خاصة لأنها تهدف للحفاظ على التوازن البيئي.